بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حلب بتوقيع المستمع أحمد ميمين. ألاف أحمد، له قضية مطولة بعض الشيء وكلها شكوى من تصرفات والده، فهو قاس كثيرا كما يصفه، ثم إنه متشدد في أمور الدين وكذلك في أمر الحجاب، ومنع كثيرا من الخطاب عن الزواج ببناته، ويرجو من الشيخ صالح التوجيه، جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإن التمسك بالدين نعمة عظيمة، واجب على كل مسلم أن يتمسك بدين الإسلام، ولكن يكون هذا التمسك الطريق الوسط بين التساهل وبين الغلو والتشدد. هذا هو الطريق الصحيح، التوسط بين الإفراط والتفريط. قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والذين معه بالاستقامة على أمر الله من غير طغيان أي تشدد وتزيد، كما أن الطرف الثاني أيضا وهو التساهل يخل بالاستقامة ويخل بالتمسك، خير الأمور أوساطها. فهذا الوالد الذي ذكر عنه السائل أنه متمسك بالدين هذه ميزة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياه على هذا الدين وجميع المسلمين، ولكن نوصيه ونوصي أنفسنا وإخواننا المسلمين أن يكون هذا التمسك على طريق الاعتدال من غير تشدد ومن غير تمثيل، كما ذكره من أنه يتشدد في تزويج بناته بحيث أنه رد كثيرا من الخطاب حتى أثر ذلك على مستقبل بناته، فهذا أمر غير محمود. والتشدد في أمر الخطاب فيه أضرار على المخطوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والكمال هذا صعب حصوله، ولكن الأمثل فالأمثل. فإذا جاء أن تفرق فيه من وصفان الدين والأمانة فإنه يزوج، ولو لم يكن كاملا من كل وجه. هذا هو المطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر أيضا فيما يذكر شيخ صالح أن والدهم يمنعهم أيضا حتى من زيارة الأقارب، ويصفهم بأنهم لا يصلحون للمعاشرة، فما هو توجيه شيخ صالح؟ زيارة الأقارب الأصل فيها أنها قربة، بل زيارة الإخوان في الدين ولو لم يكونوا أقارب هذا من الطاعات ومن القرب التي حث ديننا عليها، لأن بها تنمية المحبة والتعاون على البر والتقوى وإزالة النفرة من القلوب. التجاور بوجه الله عز وجل هذا من الطاعات، إلا إذا كان هذه الزيارة للأقارب أو غيرهم فيها محذور شرعي، لأن كان المزور على غير الاستقامة ويؤثر على زائريه، يؤثر عليهم سوءا، فإن ترك زيارته أولى، بل لا تجوز زيارته إذا ترتب عليها ضرر الدين والخلق. إذا كان والدكم لاحظ هذا الملحظ
وهو الحديث صحيح. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنما هو من باب التشدد أو سوء الظن من غير أصل يبني عليه فإن هذا خطأ. ومنع زيارة الأقارب التي لا يترتب عليها مضرة في الدين يعتبر معصية، لأنه سبب قطيعة، قطيعة الرحم محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب، ومنع زيارة سبب للقطيعة. إذا لم يكن هذا المنع له وجه صحيح من ناحية الشرع. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا من الأشياء التي يذكرها عن والده يقول إنه يمنع الخاطب من رؤية مخطوبته. رؤية الخاطب للمخطوبة في حدود معاجنة به الشرع أمر مسموح به ولا يجوز منعه، وذلك بأن يرى من مخطوبته ما يرغبه فيها، النظر إلى وجهها وكفها، ويكون ذلك بحضرة محرم من غير خلوة بها. هذا أمر أذن فيه الشارع بل أمر به، منعه مخالفة للسنة. جزاكم الله خيرا. هذا الكلام منصب على الوالد، ماذا يقول فضيلة الشيخ صالح لهذا الولد؟ نقول لهذا الولد: عليك بالرفق بهذا الوالد ومناصحته وبيان الطريق الصحيح له، ويقول ذلك بالرفق واللين والكلام الطيب من غير أن تشدد عليه أو تنفره أو أذكر ذلك للناس. وليكون هذا بينك وبينه، يكون نصيحة سرية بينك وبينه، لأن هذا أقرب إلى القبول وأقرب إلى البر والوالد والإحسان إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول في نهايتها: أخوكم عبد الحميد هاشم. الأخ عبد الحميد ذكر في رسالته أنه نزل وأدى فريضة الحج، نزل مكة قبل الحج بخمسة أيام وحضر عند جامع العمرة كما سموه، فأحرمت منه أو فأحرمت منه وصليت ركعتي العمرة ونزلت الحرم وأديت العمرة لزوجته، وجلست في مكة إلى أن أديت فريضة الحج ووقفت في عرفات، ثم يستمر في سرد الأمور التي فعلها ليسأل في النهاية ويقول إنه لم يقم بالهدي، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. يقول في ملخص رسالته: إنه أدى جميع أعمال الحج إلا في نهايتها لم يقم بتقديم الهدي كما سمى، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ إذا كان أحرم متمتعا أو قارنا بين الحج والعمرة فإنه يجب عليه الهدي، قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الفدية تجب على المتمتع وهو الذي أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، وكذلك القارن بين الحج والعمرة وهو الذي نوى لإحرامه عمرة وحجا و لم يفصل بينهما بتحلل كما يفعل المتمتع، بل بقي على إحرامه حتى أدى مناسك الحج، فتكون العمرة تكون أفعال العمرة داخلة في أفعال الحج، ويجب عليه فدية كما يجب على المتمتع لأنه جامع بين نسكين. فإذا لم يكن فدى في حجته تلك فإن الفدية باقية في ذمته، إن كان يستطيع ذبحها فإنه يذبحها قضاء، لكن يذبحها في مكة، لا تذبح الفدية إلا في مكة، إما بأن يتولى ذبحها بنفسه أو بأن يوكل من يذبحها في مكة ويأكل منها ويهدي ويتصدق من لحمها. فإن كان لا يستطيع الذبح لأنه فقير فإنه يصوم عشرة أيام، قوله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، قد فاتت الثلاثة التي في الحج فيصومها مع السبعة تكون عشرة كاملة إذا لم يستطع ذبح الهدي. جزاكم الله خيرا.
شيخ صالح، من خلال ما اطلعتم على رسائل المستمعين أو قرأت عليكم، لعلكم لاحظتم أن كثيرا من إخواننا يأتون إلى الحج وهم لا يعلمون عنه إلا الشيء اليسير. هل من كلمة شيخ صالح لمن أراد أن يؤدي الحج والعمرة؟ نعم، من أراد أن يؤدي الحج أو العمرة أو أي عبادة من العبادات فإنه يجب عليه قبل الشروع فيها أن يعرف كيف يؤديها على الوجه الشرعي، وذلك بأن يتعلم أحكامها إن كان يستطيع أن يتعلم عن طريق القراءة، أو أن يسأل أهل العلم إذا كان لا يستطيع القراءة والتعلم، وبذلك يزول جهله ويؤدي العبادة. هذا وجه المشروع، ومناسك الحج ليس فيها صعوبة، وصفتها على الوجه الشرعي مكتوبة في رسائل صغيرة تسمى بالمناسك، بإمكانه أن يقرأ رسالة منها مختصرة ويعرف من خلالها كيف يؤدي مناسك عمرته وحجه، وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم. والشأن هو الاهتمام، وإذا اهتم المسلم بذلك إنه يتوصل إلى المطلوب بإذن الله. جزاكم الله خيرا. يهتم الناس بأمور دنياهم كثيرا شيخ صالح، فإذا ما أراد الإنسان أن يبدأ بمشروع دنيوي بحث عن المستشارين والمخططين والمهندسين وبذل أموالا طائلة كيما يكون المشروع ناجحا بنسبة معينة، فما هو توجيه الشيخ صالح لمن أراد أن يقوم بمشروع عبادة لله سبحانه وتعالى؟ الأمر كما ذكرتم، لأن الناس يهتمون بأمور دنياهم، بحيث إن أحدهم إذا أراد إقامة مشروع فإنه لا يقدم عليه حتى يعرف أبعاد هذا المشروع ومخططاته وكيف يقيمه على الوجه الصحيح، خشية أن يغلط ويخسر ماليا. إذا كان هذا بأمر الدنيا فأمر الدين أولى وأوجب، أن الإنسان لا يقدم على عبادة حتى يتعلم كيف يؤديها على الوجه الصحيح، لئلا تكون عبادة غير صحيحة ولا يحصل منها على أجر، لأن العبادة إذا كانت على جهل فإنها لا تقبل. العمل العامل إذا كان على غير دليل وعلى غير الوجه الشرعي يكون ضلالا لا أجر له فيه، بل فيه الإثم. الله سبحانه وتعالى بين لنا أحكام العبادات وفصلها، فما علينا إلا أن نهتم بطلبها ومعرفتها من الطرق الكثيرة لذلك، بقراءة الكتب والرسائل وبسؤال أهل العلم، وبالحرص على تطبيق السنة لأداء العبادات حتى تكون صحيحة وتكون مفيدة، ولا يغامر الإنسان على عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله على غير وجه صحيح، على غير وجه شرعي، فإنه يكون هذا العمل يكون وبالا عليه ويكون تعبا بلا فائدة. جزاكم الله خيرا. ماذا يجب على أعيان الأمة شيخ صالح تجاه بقية الأفراد؟ يجب على الأعيان، يعني على كل فرد ذكر كان أو أنثى، أن يتعلم من أحكام دينه ما لا يستقيم دينه إلا به، ويعرف أحكام العقيدة التي هي الأساس، ويعرف أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، ويتعلم أركان الإيمان، وبذلك يؤدي عباداته على الوجه الصحيح. هذا القدر من العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، وهو ما لا يستقيم دين العبد إلا به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: السيد محمد، السيد محمد رسالته مشوشة بعض الشيء، سأقرأها كما وردت. يقول: أنا شخص والحمد لله متزوج وعندي 3 أولاد ومستقيم، وأصلي الفرائض في وقتها على قدر الاستطاعة والحمد لله على نعمة الإسلام، لكن وقع مني خطأ في حق شخص آخر، وأخشى أن أعتذر له فتزيد المشكلة، وتبت إلى الله بيني وبين نفسي، ولكن قابلني صديق لي وسألني: هل فعلا وقع منك هذا الخطأ؟ فلكي أبرئ نفسي أمامه قلت له: لا. فقال لي: إذا سألك أحد يخص الشخص الذي أخطأت في حقه أو الشخص نفسه، فقل له هذه العبارة: تكون زوجتي محرمة علي مثل أمي وأختي، لم يحدث مني هذا، فكررت هذه العبارة وراءه ولكن لم يسأل
كلام أحد ولم أكررها مرة ثانية، وفي نفس الوقت لم تكن نيتي متجهة إلى الطلاق، وزوجتي لم تعلم بأي شيء، وهذا الموضوع مر عليه 8 سنوات، فما حكم الشرع في ترديد هذه العبارة؟ وهل هذا يمين أم لا؟ وما شروط التوبة منها؟ جزاكم الله خيرا. هذا التوجيه الذي وجهك به هذا الشخص توجيه خاطئ، حيث قال لك إذا سألك أحد هل قلت أو فعلت في حق فلان كذا وكذا فتحرم من زوجتك وتطلقها أنك لم تفعل هذا الشيء، هذا توجيه خاطئ ولا يجوز هذا العمل. ما دام أنك لم تفعل ولم يسألك أحد الحمد لله ولم تقل شيئا من ذلك، إنما نويت لو سألك أحد أن تقوله فإن هذا لا يؤثر، وترديدك إياه متابعة لهذا الملقن هذا لا أثر له، لأنك تريد تعلم هذه الألفاظ فقط ولم تطبقها، لأنك لم تريد تطبيقها إلا إذا سألك أحد حسب كلامك وحسب سؤالك، ليس عليك في ذلك شيء، ولكن احذر من أن تتلفظ بهذه الألفاظ بهذه المناسبة أو بغيرها، لأنها ألفاظ خطيرة ولها آثار سيئة ويترتب عليها أحكام قاسية، فعليك الحذر من هذه الألفاظ والتلفظ بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع علي أحمد شلكار من السودان حلقة جديدة ضمنها جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول هل مصافحة النساء تبطل الوضوء؟ مصافحة النساء لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء وإنما كان يبايعهن بالكلام، ولما في مصافحة النساء من الفتنة فهي محرمة، مصافحة المرأة غير المحرم على العمل محرم لأنه يدعو إلى الفتنة، أما أنه ينقض الوضوء فإذا كان من وراء حائل فإنه محرم لكنه لا ينقض الوضوء لعدم المحيط، وأما إذا كان بدون حائل فإن كان مع شهوة فإنه ينقض الوضوء، لأن نفس المرأة مباشرة بدون حائل مع بالشهوة ينقض الوضوء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم، لأنه مظنة خروج الخارج ومظنة الشيء تنزل منزلته، كما أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الحدث والإنسان لا يدري، فنزلت المظنة منزلة تحقق الشيء، لقوله تعالى في موجبات الوضوء أو لامستم النساء على تفسير من فسر الملامسة باللمس، هذا مذهب الإمام أحمد وجمع إلى أهل العلم، بعض العلماء يرى أن مس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، الحاصل أن مسها بغير حائل بمصافحة أو غيرها مع الشهوة ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل طلاق السكران واقع؟ قول الجمهور فيهم الأئمة الأربعة أنه يقع، أنه يقع إذا كان سكره باختياره، إذا تناول المسكر باختياره فإنه يؤاخذ بأقواله وأفعاله التي تقع منه في حالة السكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل طلاء الأظافر بالمناكير هل يؤثر ذلك على الوضوء؟ نعم، طلاء الأظافر بما يتجمد على الأظافير ويكون له حجم يمنع وصول الماء إلى ما تحته ينقض الوضوء، لا يصح معه الوضوء، لأن الوضوء يجب أن يصدر على الأعضاء لأن يصل إليها ويجري عليها، وفي هذه الحالة يكون الماء جاريا على نفس الأصباغ الجامدة ولا يصل إلى ما تحتها فيكون الوضوء غير تام وغير صحيح، أما إذا كانت هذه الأصباغ ليس لها جرم ولا تتجمد إنها لا تمنع صحة الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى وسلام الله